الطبيب ما تتنزلش عن حقك، الاصل انك تشتغل في ظروف عمل كويسه وتتقاضى اجر كويس، وما تضطرش انك تشتغل في القطاع الخاص، انك تدي وقتك وجهدك للقطاع العام وللناس الاشد احتياجا، ويبقى فاضل وقت ليك تذاكر وتبقى up to date في مهنتك. هو مش صراعات بين الاطباء وبين الداخليه بالذات، هو طول الوقت في صراع ما بين اصحاب القرار وما بين الفئات اللي هي ليها احتياجات اقتصاديه ومعيشيه واحتياجات في مجال حقوق الانسان، يعني عيش حريه كرامه انسانيه، مش كده؟ ففي اشكاليه بانتهاك الكرامه الانسانيه، في اشكاليه بهرس الناس، بعدم وجود عداله اجتماعيه وتوزيع عادل للدخول ما بين الفئات الاشد فقرا والاعلى دخلا.